هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. أما المركز الأول فكان من نصيب صالح أحمد تكريم من بنغلاديش. الآن أتشرف بدعوة راعي الحفل الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم لالتقاط صور تذكارية مع جميع المتسابقين المشاركين في الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. شكرا الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم على تشريفكم حفلنا هذا. إذا أيها الحفل الكريم، مع مشاهد الفرح وأجواء البهجة بين الفائزين والمشاركين، نختتم فعاليات الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، على أمل أن نلتقي بكم في فعاليات أخرى من فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نشكركم على انضمامكم إلينا هذا المساء. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك